بدأ وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو قمتهم في مدينة أنطاليا التركية الأربعاء لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان وليبيا وسوريا. وفي حفل الغداء الذي أقيم اليوم، فاجأ وزراء الأطلسي الحاضرين بأداء أغنية We Are The World للمغني الراحل مايكل جاكسون. واللافت أن هذه الأغنية أداها نجوم الغناء العالميون عام 85 في الولايات المتحدة الأمريكية لجمع الأموال بغية مكافحة المجاعة في إفريقيا.